اهلا. مرحبا يا عم. صباح الخير. تفضل. صباح الخير. مرحبا. تفضل. كيف الحال؟ شو اخبارك؟ تفضل. اهلا وسهلا. صباح الخير يا عامر. كيف؟ صباح الخير. تمام. تفضل. اكيد سمعت. اوكي سمعتنا عم نحكي عن السعاده. اوكي كيف ناس ايام تيجي بلا ساعه وناس كثير مهمه الساعه عندها، وهلا كانت نوار عم تحكي انه بتطلع على الشاب شو لابس ساعه. ساعه صارت بالحياه عندنا مهمه، من مش من الكماليات، صارت من اساسيات. هلا الساعه هي اظهار لشخصيه الواحد، يعني كيف بتشوفي ساعته بتعرفي شخصيته، بتعرفي هواياته، بتعرفي كثير شغلات عنه. الواحد بس يكون لابس ساعه، كل ساعه بتدل عن شيء فعلا. حتى اذا بتلاحظوا، يعني انا ايهاب، انت مثلا الاشخاص اللي بحس ساعاتك فعلا بتعبر عن تكنولوجيا. شخصيتك يعني تكنولوجيا شكلها ساعه هي بس من جوا الكترونيه. ايه بس في مثلا نوع ثاني من الساعات لا بتحسه سوبر كلاسيك، كثير حتى انيق، يعني حتى بتحس الساعه ما فيك تلبسها على اي مكان، بدها اماكن معينه، اوقات معينه كمان. طبعا طبعا كل ساعه بتدل. هلا يعني في ساعات رياضيه بحته، في ساعات تكنولوجيا بتدل عن شيء، في ساعات كلاسيك، في ساعات كثير بتاخذ كذا جهه. يعني في ساعات بتدل عن كذا جهه، عن كذا ستايل للشخص. سبور مثلا طبعاً. كلاسيك طبعا. في ساعات، هلا في ساعات تكون شامله اكثر، في ساعات تكون مركزه لاشياء معينه، في ساعات الى تاريخ، في ساعات الى فكره، الى شخصيه. طب في انا اذا بدي اروح اشتري ساعه، تمام، كيف اشتري ساعه؟ اوكي، اول شيء بدك تعرف شو بدك من الساعه. انت الساعه شو هي بالنسبه لك؟ بدك ساعة لشخصيتك، لشغلك؟ في ساعة بتبين لك، يعني أنا كشخص رايح اشتري ساعة بدي ساعة ثمينة. أول شيء نحن عم نحكي على ساعة ثمينة هلأ لأنه هذا مجالي. الساعة ثمينة بدك، أنا رايح أول شيء بدي اشتري ساعة. أوكي ساعة شو بدي منها؟ بدي إياها للجيم مثلا. للجيم. أوكي للجيم بدي ساعة تتحمل تكون، وهي أكثر ساعات اللي بتتحمل كل شيء. خفيفة كمان شوي. نعم. وتكون خفيفة شوي كمان. اوكي بدك كمان بدك تشرطي كثير. عن جد ما كثير شرط. بالضبط بالضبط بالضبط. لأنه الساعة اللي بتتحمل كثير، أغلب الساعات اللي بتتحمل كثير هي ساعات الغطس. فيها بتتحمل جيم، بتتحمل سباحة، بتتحمل كثير أشياء. اوكي بتكون بتتحمل كل شيء، بتكون ووتر ريزيستنت، على ضغط عالي. بهالشروط هاي بتتوفر فيها شروط تانية. اوكي في ساعات المهم، يعني انا بدي اروح اشتري ساعة بكون عارف حالي انا شو بدي من هاي الساعة. تمام بالأخير. تمام تمام. اذا كانت لإلي او اذا كانت هدية. تمام تمام. هلا انت كشخص، كرجل يعني الشغلات اللي بتورجيك اللكشري او اللي بتظهر اللكشري هي بس الساعة. يعني في ناس بتحب السيارات، بس السيارة ما فيك تدخلها وين ما بتروح. يعني طبعاً. هي خلينا نكون صريحين، للشو اوف. السياره ما فيني ادخلها، بس ساعه فيني اتبعها. هي نقطه واضحه ونقطه ضروريه بعض الاحيان. الواحد يكون صريح. هذا اللي حكيته نوار، انه في هلا بنحكي احنا مثلا الشباب، بس بنطلع على البنت مثلا بنشوف شو حامل جزدين. 100% الصبايا بتطلع على الشاب، بتطلع انه لابس ساعه ايه وشو على شغلتين، شو لابس باجره مظبوط. تمام. هلا 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 الصبايا في كثير اشياء عندهم. بس الساعه بتفرق معك. لا نحن ابسط منكم بكثير. نعم. يعني نحن عندنا الشوز والساعه والجولري. لا حبيبتي لا. والجولري والاكسسوارز والميك اب. شو بنطلع؟ اوكي لا نحن ابسط. نحن مساكين وهلا عم ينافسونا بالموضوع. كسوق ساعات هلا يعني بحسه انه نزل شوي بوجود ساعات السمارت ووتش. شوف هلا سوق الساعات اللكشري طول عمره موجود، وطول عمره اجا تحديات او اجا اشياء ما تقول اثرت عليه او خوفته او عملت له مثل بالثمانينات. بالثمانينات نزلت الساعات الالكترونيه، وخافوا كل شركات الساعات انه هذا ياثر عليهم، ودخلوا عليها. يعني صاروا شركة الروليكس عملت ساعتها الكوارتز، بس اللي صار فعليا ما تأثرت ساعات اللكشري لأنه هي فيها كتير تراث، تقنية وتراث وشغلة صعبة، منا شغلة دقيقة، منا شغلة سهلة. الناس بدها تاريخ، بدها تراث. صح. بثمانينات عملوا ساعات، كل ساعات اللكشري عملت ساعات كوارتز.
من الثمانينات للتسعينات، بعدين اكتشفت انه مش هذا المجال. يعني الساعات البسيطه هي مو هي اللي بتعمل الشغل، مو هي اللي بتعمل الضجه، مو هي اللي بتضل. بالضبط بالضبط. حتى يمكن ما بتكون عمليه اكثر مثل الساعات اللي تعودنا نشوفها ايام زمان، صح؟ لا هلا فعليا فعليا اذا بتقولي عمليه ومش عمليه، لا الساعات الكوارتز عمليه كثير، بالعكس اقل ابسط، بس منا أوكي. الناس بدها شيء مو بدها شيء سهل، مطلوبه عند الناس، ما بدها شيء اللكشري. بدها اللكشري شو هو؟ اللكشري فيه تاريخ، في تقنيه، في تقنيه غير يعني هي الساعات الوحيده اللكشري هي الشيء اللي تصنع ببرفكشن، ما شيء ما بيخرب على المدى الطويل كصناعه. لانه اكتشفوا هنا شركات الساعات انه بس كل ما بيعملوها بيرفكت، كل ما بيعملوها بتدوم لعمر، وبس الواحد يكون عنده شغله بيرفكت. هلا السيارات بس تكون بيرفكت سياره ما عاد تبدليها، مزبوط. بس الساعة كل ما بتكون بيرفكت بتجيبي غيرها. بس بس عامر كمان شفنا مؤخرا البنات بشكل عام بقت تهتم الساعة مصنوعة من ايه اكتر من الساعة نفسها، يعني او الماركة بتاعت الساعة، وتمشي تقول مش شرط شكل الساعة بس قريبة، مش ساعتي كلها الماس ماشية هيك بالساعة بالظبط كده، ساعتي ماركة اكس، ساعتي معموله من الذهب الخالص. ده انتوا بتهتموا بيه برضو في صناعه الساعات، انه يكون في ساعات مخصصه بس للناس اللي بتحب التباهي والتفاخر. هلا تمام، هلا في عندك الاحساس، انت التباهي هو احساس، اذا ما اخذت الاحساس من الساعه ما عملت شيء. بس بيأثر في صناعه الساعه طب انه اللي شو هو اللي بيأثر؟ انه مثلا هي تكون مصنوعه من معدن معين او مصنوعه. هلا شوفي، هلا شوفي القصه، انه في شيء غريب انه بعض الساعات اغلى ساعات عنها عندها او لها قيمه بالسوق هي ساعات الستانلس ستيل. الرولكس مثلا، في الرولكس الديتونا، الرولكس الديتونا الستيل حق بالوكاله مثلا 48000، قيمتها برا الوكاله 90000. ازاي الستيل وذهب نفس الساعه، ستيل وذهب قيمتها بالوكاله 68000، قيمتها برا الوكاله 45000. فظيع. سبب هو الفكره انه المعدن مش هو الندرة هي اللي بتعمل الستيل، بيصنعوا منها كتير كميات محدودة بالنسبة للستيل وذهب، مشان هيك الستيل عم تنباع أغلى من الستيل وذهب. عامر دي معلومة جديدة أول مرة وأنا انصدمت. جايب معي، بدي أعمل لك تست. هلا ما اتفقنا على التست، أنا مو جايبين على التست. عندي بوكس ساعات حفرجي بنشوفه مع بعض، وبتقلي أيال تقليد وأيال أصلي، فيك تعرف فرق بالعين بيناتهم؟ المجرد بتقدر؟ تعال تعال تفضل، تعال تعال محلي. بلشنا مشاكل، خوفتوني. تفضل ارتاح محلي، أنا ولا مرة أعطيت محلي لحدا ولا لا أمجد حتى. تفضل ارتاح. هون شو في؟ سعد أكيد مش فيه يعني أكيد. أوكي، هذه ثروتي في الحياة، بدك تقول لي دي ساعتك يا ايهاب؟ كيف تعرف دي ساعتك انت؟ لا لا اي ساعتي، حسيت هلا ما انت تقول ساعتك اخذها منه بس كل ساعات. لا لا هول الساعات حفرجيك منهم، تقول لي كيف انا كشخص بروح بشتري ساعه بعرف اذا هذه الاصليه او التقليد. اوكي تمام. هاي الساعه انا ما حقول لك قد ايه حقها، هيدي الساعه رولكس مكتوب عليها رولكس، هي اوميجا. اوكي اوميجا. مش ايش احنا بدنا اول تيست. اوكي هاي اوميجا، اوميجا السويسريه. لا انا طبعا اوكي، المفروض تكون غاليه الاوميجا صح؟ طبعا. طيب تفضل شوف لي الساعه اخيه. اوكي شفت هدي، كيف بعرف انا اذا هي اصليه ولا مش اصليه؟ اوكي هلا من النقط شو قلنا، هلا قلنا انه الساعات الاصليه كلها اللي بيعتمدوا على البرفكشن، كل شيء لازم يكون بيرفكت. اوكي وين اللي مش بيرفكت فيها؟ هي مش بيرفكت فيها. خل لحظه شوي، خليها بس هيك عم فجعها الكاميرا. اوكي اياها اللي مش بيرفكت فيها. البيرفكت اللون الذهب منه بيرفكت لانه ذهب مطلي بشكل عام. القطع اللي بحطوها بالساعات الاصليه الذهب لازم يكون ذهب اصلي. اوكي بدك تطلع في عندك مثلا، يعني مثلا تطلع ورا بتلاقي مكتوب عليها، بتطلع ورا. هلا هي من الساعات انت عم تعملها صعبه شوي، لانه هي من الساعات اللي الكوبي بس الكوبي العالي اللي من الصعب بدك ديتيلز كثير لتشوفها لتبين معك النقاط. هي هو اللي بده يعمل الكوبي هون اكيد بده يكتبوا ورا الام. تمام تمام تمام. هلا في اشياء من الاشياء اللي بتكون بتبين بالكوبي للناس العاديين، اللي انا بقولها الكواليتي تبع الجلاس تبع الازازه.
الكواليتي تبع الازاز بيكون ازاز الازاز لا 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 مش هذا مش هذا بتكون الكوبي تبع نوعيه الازاز اللي بتبين للناس العاديه هلا الاشياء البسيطه انه بتشوف في خط زيح اخضر اللي هو نوعيه الازاز بيكون ازاز مش معالج. الازاز تبع الاصلي بيكون سافاير كريستال. هلا بعض الشركات الكوبي عم بتصنع سافاير كريستال لانه صار في سوق اكثر شوي وعم يدفعوا للتقليد. أوكي. يعني هيدي مثلا ساعه بدي حقها هلا هيك لو هي اصليه جديده بالوكاله حقها شيء 18000 هيك مثل ما هي مستعمله هي. ولا كاصليه مستعمله هي بتسوى بال 10000 اصليه مستعمله اصليه لو مستعمله جديده اصلا عبلك اصلي جديده حق 18000 او 20000 هاي مقلده هلا هاي مقلده هي ما هي 100 درهم يعني هاي حقها 200 300 درهم بس اجاني فضول اشوف الزيح اللي بقلبها هيدي الساعه هاي ايوه اوكي هيدي ساعه احنا بنشوفها عاديه تمام اوكي هيدي لحظه بدي اشياء مزبوط لانه هلا مش قلت لك رولكس طلعت اوميجا لا رولكس هاي رولكس تمام اوكي هيدي رولكس انا بشوفها مثلا هيدي الساعه ممكن اشتريها ب 1000 درهم تمام اوكي كيف اعمل لها تيست اوكي هلا انه تعملها تيست اول شيء لتشتري ساعه اصليه لتشتري ساعه مستعمله كثير مهم انك تكون كثير انك تشتري ساعه اصليه مستعمله كثير مهم انك تعرف من وين عم تشتريها الشخص اللي عم ببيعك اياها لازم يكون كثير واثق فيه لانه كثير في ديتيلز هي الساعه نفسها هاي الساعة نفسها اليوم حقها 120 درهم هاي اللي شايفها بقول لك 1000 درهم بتقول 120 اجتك هدية هي تمام هاي الساعة حقها 120 درهم هاي الساعة نفسها ممكن تجيني أنا ما أخذها ب 30000 وأصلية السبب قيمتها إنه بده يكون كل شيء فيها أصلي كل شيء فيها العقارب الإزازة الدايل تبع الساعة كتير مهم هاي الديتيلز الدايل ما يكون معمل له ريبرنت اوكي هاي الساعه نفسها هي من هي قديمه يعني هذه بالستينات بالستينات مزبوط ب 68 هي شاريها اب لابنه لما تخرج من الجامعه ب 68 بالسعوديه ب 1200 ريال هداياها لابنه وابنه دكتور وهلا قيمتها 120000 يعني هذه لها هيستوري تاريخ طبعا مساعات كلها هيستوري هذه مش عاطيها لحدا اوكي شو 120000 كثير اوكي هيدي طب ورينا ايهم هيدي رجالي وهيدي بس برجع باخذها من هاي رجالي نساء صح هاي هلا النساء هلا هي اصلا رجالي بس النساء ما خلوا لنا شيء لحالنا اخذوا كل شيء حتى ساعات طيب هون عم نشوف صوره عم نشوف ساعه كمان بحس لها اصلا قيمتها بالضبط تمام اوكي خليك هون انا رح اعطي الساعه بس تشوفوها يعني مش عاطيني اياها دي يلا بعلي فيك تكفينا عن هيدي ماشي هي ساعة رولكس رولكس معمول عليها شعار القوات المسلحة الشعار هي هدول الساعات توزعوا على الضباط لما تخرجوا بالثمانينات بالإمارات عشان هيك لهم قيمة سبيشال الساعات هي هذا اللوجو شو لوجو القوات المسلحة الإماراتية هدول تصنعوا هدول لهم قيمة زيادة لأنه تصنعوا برولكس ومعمول عليهم شعار القوات المسلحة الإماراتية اللي هي قيمة أكثر من الساعة نفسها لو بدون شعار. Special Edition. طبعًا. مش حالك قديش سعرها؟ لا ما تسألني. بلاه. أوكي. طيب. هوني كمان عم شوف واحدة مكتوب عليها بالعربي. تمام. هاي الساعة شوبارد. هاي تصنعت بذكرى وفاة الشيخ مكتوم الله يرحمه. الله يرحمه. مسك عمي فكة أصلًا كل شيء. أوكي. حاول تشوف مكتوب عليها بالعربي. هاي الساعة صنعت هاي صنعوها لذكرى ذكرى وفاة الشيخ مكتوم الله يرحمه هو ولد بال 1943 وتوفى بال 2006 عملوا 200 ساعة وفعليا توزع منهم 100 شخص 100 ساعة للأشخاص القريبين من الشيخ كانوا وال 100 ساعة الثانية انباعوا بالوكالة كمان أخذوهم VIP ما أخذوها الناس عاديين خليني نشوفها إيهاب طيب بدي أسألك سؤال عامر عن هذا الموضوع الساعة وصلت لمرحلة فضل تعال عادي خلاص أخذت الكرسي انت وعند وصلت الساعة صرنا لمرحلة إنه الساعة صارت مثل شقفة الأرض يعني أنت بتاخد شقفة يعني الساعة استثمار بطلت إنه يعني أنا بالنسبة لي مثلا أنا هيدي سمارت ووتش أنا ما بقدر أغيرها لأنه خلاص تعودت عليها كونكتد على التليفون وببعث منها مسجات وكذا
الناس اللي بتستثمر بهيك قصص انت بتشجعهم على هذا الموضوع؟ طبعا انا من اول المستثمرين بالموضوع، يعني انا كثير عندي ساعات اذا بتجي لعنا على في كثير ساعات موجوده، في كثير ساعات عندي موجوده مو للبيع، بتشوفها هي مو للبيع، في منهم شاريها من 12 سنه و15 سنه، اشتريتها كان قيمتها 30,000 تباع هذيك الايام، اليوم قيمتها 120 وفوق. هذا استثمار، هذا استثمار. كثير ناس يعني في هلا انا بنصح اي واحد مثلا ابنه تخرج يجيب له في ساعات معينه بيشتري له اياها هلا، بعد بس الولد بعد 10 سنين بعد 20 سنه اول شيء بيلبسها بتهنى فيها بيكشف فيها. بالضبط بالضبط. والساعه بتزيد قيمتها، في كثير ساعات بتحافظ على قيمتها، في ساعات بتزيد قيمتها وفي ساعات بتنزل قيمتها. اللي بيحاف الساعات البسيطه في البراند، في براند معينين الشركه بتحافظ على كميات الانتاج، بتنتج كميات قليله. ما فينا نقول هلا مثلا شركه رولكس ما بتنتج كميات قليله، بتنتج بتنتج نص كميه الساعات اللي بتنباع على وش الارض، تنزل مليون ساعه بس بالسنه، بس بتنتج ساعات كواليتي تبعها كثير عالي، تلبسها على طول، بتماشي كل الاذواق، كثير موديلاتها قليله وبتناسب اغلب الاذواق واغلب الاشخاص، مشان هيك الناس تلبسها. بتلاقي هي الساعه مثلا اللي عم نحكي عليها اللي من الستينات، من الستينات لهلا شغاله وما فيها اي مشكله. عامر انا عايزه اشتري ساعه وحاطه خطه الصراحه ان انا استثمر بقى في الساعات، بس لازم لي الاجابه على اسئله كتير جدا. خلينا نطلع فاصل ونقعد انا والبنات ونسالك شويه اسئله. شكرا. نورتنا وشرفتنا. شكرا. 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 شكرا.